السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذا تكلمنا في فيديوهات سابقة على زيادة وزيادة كبيرة في عدد طلبات اللجوء، يعني في صفوف يعني الطلبة، ورح نشوفوا ما هي النتائج تاع الزيادة هذه تاع الطلبات يعني تاع اللجوء في كندا. كما راكم تشوفوا أزيل اي رفوج plus de 3 ans d'attente pour les nouvelles demandes d'asile. Le délai moyen d'attente des demandeurs d'asile pour obtenir leur audience et éventuellement le statut de réfugié est passé de 19 mois à la fin de 2023 et même 15 mois au cours de l'année dernière à 38 mois le 1er mars 2024. Et donc, le délai, sur lequel le délai 2023, 15 mois. 15 mois, parce qu'il était le dossier, il était l'audience, ça. راك معايا ويقدروا يعطيوك لو ستاتو تاعك يعني في غضون 15 شهر في سنه 2023 كان لو ديلي مويان 15 موا لو ديلي هذا طلع حتى 38 موا 38 موا يعني بزاف سماك شغل برسك ربع سنين يعني او ثلاث سنوات ونصف. لماذا؟ لانه عدد كبير وكبير جدا تاع الناس داروا لو دوموند دازيل. دونك نشوفوا في لارتيكل سي سكو انونسي لا كوميسيون دو ليميغراسيون et du statut de réfugié du Canada, CISR, le tribunal administratif indépendant qui reçoit et analyse les demandes est rapporté par Radio-Canada le 24 avril 2024, une hausse des délais causée par le flux sans précédent, yani ziyada ghayr masbouqa des demandeurs d'asile au Canada. Ziyada ghayr masbouqa fi talabat al-lujou fi Canada, le dernier budget récemment annoncé par le ministre des Finances Christina Freeland prévoit l'octroi d'une enveloppe pour soutenir les services d'immigration. Elle dit la ministre des Finances, Wazirat al-Maliya, يعني خصصت مبلغ مالي يعني les services d'immigration باش تعاونهم في المصاريف هذه تاع le traitement des dossiers sans que l'on connaisse encore les détails. ما كانش يعني تفاصيل اخرى. اذا كان هذا هو يعني الهدف من الفيديو انه نحكيوا على زياده تاع لو ديلي تاع لو تريتمون تاع لي دوموند دازيل ونعرفوا لماذا. لانه عدد طلبات اللجوء زادت يعني بشكل كبير وكبير جدا. يعني تقدروا تتبعوا لي زارتيكل في الصحافه يعني تشوفوا الزياده هذه. وكما تعلمون كيكون عدد كبير وكبير جدا راحين يزيدوا يعني يشدوا يعني في لوكتروا تاع ستاتيو ريفوجي ستادي راحين يشكوا في النوايا تاع الناس لانه كاين اللي يحب يعني ما يكسرش راسو ما يقراش ما يخسرش دراهم يحب ديريكتومون يدير ستاتيو ريفوجي ويعطيوه المساعدات لانه الناس يجبدوك بالمساعدات يقولوا لك دير دوسي تاع ريفوجي باش يعطيوك المساعدات ولكن لا يعلمون انه لو طو داكسبتاسيون راه ضعيف لانه لازم تكون عندك يعني قصه حقيقيه صرات لك باش تدي دوموند دازيل واذا كذبت عليهم يعني احتمال انه كبير انه يفيقوا بك ويعطيوك الرفض واذا عطاوك الرفض يعني لازم تروح للبلد الاصلي تاعك. اذا الافضل انه الانسان يشوف حل اخر باش يلقى باش تكون عنده الاقامه هنايا في كندا. اذا سوا دير بيرمي ديتود سوا دير بيرمي ترافاي اكسيتيرا او برنامج هجره بالنسبه للناس يعني عندهم المؤهلات الكافيه. اذا كان عندكم اسئله تحطوهم في صندوق الوصف في لا سيكسيون كومونتير. بالتوفيق للجميع والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.